لأهمية الأمن في حياة الإنسان ذكره القرآن بأبلغ كلام وأحسنه وأفصحه وأجمله. هو عز وجل امتن عليهم من أجل أن تبقى تجارتهم التي تذهب إلى الشام وإلى اليمن بهذا الأمن، فذكرهم بنعمته عز وجل ليعبدوا الله، وأهلك أهل وأصحاب الفيل من أجل بقاء هذه التجارة ليزول الخوف ويبقى الأمن لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.